تحى برضو عايز اسالك، انت بدات في النادي الاهلي وانت عندك 8 سنين على ما اعتقد او 7 8 سنين، 13 سنه داخل جدران النادي الاهلي، احكي لنا بقى الدنيا كانت ماشيه ازاي. طبعا انضمام النادي الاهلي ده كان حاجه بالنسبه لي، كان ازاي الموضوع مش ازاي يعني ازاي 8 سنين وازاي رحت وازاي اتمرنت وازاي اختبرت ومين اختبرك؟ الموضوع كان فيه قدر كتير كبير من ربنا. اول حاجه انا كنت بلعب في نادي النصر لان هو كان جنب بيتي، نصر القاهري. بعد كده رحت شويه مركز شمس الشيخ تحرير، فسمعت ان في اختبارات هتبقى موجوده، النادي الاهلي هيكون موجود وكده، فكان كابتن فوزي سكوتي هو الموجود. اشتريت ساعتها التيكت، كان بتاني وانا كنت لسه صغير مش فاهم حاجه، بس قلت اشتري التيكت وخلاص. يعني اشتريته فعلا، لقيت في اختبارات النادي الاهلي، وهو سبحان الله هي ما جاش مره في العمر، هي غير المره اللي انا كنت فيها دي، ما جاش ولا قبل ولا بعد. واختبرت يوميها جبت حوالي 5 اهداف، كنت بلعب فيرود ساعتها. وبعد كده كابتن فوزي قال لي انت هتيجي، انا الوحيد اللي اتاخدت من المركز شمس الشيخ التحرير ده كله، قال لي انت هتيجي على النادي الاهلي هتختبر هناك، وبعد كده تلعب اختبار النهائي مع لعيبه النادي الاهلي. بس اختبرت اول اختبار كنت الحمد لله ربنا وفقني، اخر اختبار خالص قدام لعيبه الاهلي مشيت. بعد ما مشيت وانا طالع على الباب بالظبط، كابتن اسمه كابتن حسين عبد الفتاح طبعا، قال لي انت عملت ايه وكده، قلت له مشوني. قال لي ازاي ده انت لعيب كويس، ده انا متابعك من اول الاختبارات وكده. قال لي لا انت بكره وانا هدخلك لكابتن بدر رجب ومالكش دعوه كده. فانا مش مصدق طبعا، انا خلاص ماشي وراجع البيت خلاص. فسبحان الله يعني جيت تاني يوم، فكابتن بدر رجب دخلني الملعب، قال لي انت هتختبر واحد ضد واحد والكويس فيك هارد. بس اختبرنا حوالي 5 دقايق، وقال لي انت معانا، ومش مسكني ووعد عشان قال لي مين اللي مشاك ومين مش عارف ايه. قلت له مش فاكر، بس كان في كتير، في كابتن مجدي طلبه وكابتن محمد وهبه وكابتن علاء. مجموعه كبيره طبعا، مجموعه كبيره فبتروح طبعا. بس من ساعتها بقى وانا كملت في النادي الاهلي. دي كانت البدايه، دي البدايه، كان عندي 8 سنين بعد كده.